أعاني من المرض منذ زمن بعيد، والتقيت بعديد من الدكاترة، وأخيرا جاء فكرة أن ألتقي بالمعهد الرياضي وتسلق الجبال، وكنت منذ شهرين وأنا الآن بأحسن وجه، بأحسن صورة، بأحسن صحة، الحمد لله. نزلت من وزني 7 كيلوات منذ شهرين بدون رجيم. أنا كانت عندي غدة، بس لما تسلقت الجبال وكان عندي وزن 90 كيلوغرام، هسه وزني 70، والغدة نسيتها تماما ولا أروح للدكتور. الحمد لله صحة تمام جيدة. الطبيعة هي اللي تكافح الأمراض، لأن طبيعة خلاقة، الله انطانا هاي الطبيعة لنستفاد منها. كان وزني أنا 117 كيلو، وفقدته الحمد لله لحد الآن 57 كيلو. كنت أعاني في بداية قبل أن أبدأ بالرياضة، كنت أعاني من الأمراض المزمنة، واحدة من هذه الأمراض هي المرض السكري والضغط. الحمد لله لما تعرفت على هذه الرياضة الجبلية، التسلق الجبال، لأن في شمال كردستان أنتم تعرفون هناك جبال جميلة وجبال مرتفعة كثيرة، تعلمت من معلمتي أن أتسلق بالجبال لكي أخلص نفسي من الوزن الزائد ومن الأمراض المزمنة. الحمد لله لحد تأسست فريقنا 2 سنين، كنت مدة 2 سنين قد تخلصت من وزني الزائد وخلصت من الأمراض المزمنة. قليل كلش كي يأتون إلينا كي، وأما الباقين سببهم أول المرض، ثانيا كثرة الوزن، كثرة الوزن كأكبر مشكلة بالنسبة للعراق.